This is again أحمد مكي. Oh, there you go. الإشارة والسكن كان في المغارة والبقاء كان للجسارة. العملة كانت قوتك دراعك وحده قوتك الكاش ملوش أي عازة. This is that. All right, let's do it. What's happening, folks, and welcome back to another episode of IJ Reaction. In today's video, we are heading to Egypt and we're gonna watch three short videos of an incredible and genius Egyptian artist in the name of Ahmed Mekki. It's been a while that we haven't reacted to Ahmed's performances, and I'm so excited to check these videos out. And as always, before we do that, I'm gonna read a quick biography of Ahmed Mekki, and right after that, we will jump in. I love Ahmed Mekki so much, guys. Ahmed Mekki was born on the 19th of June 1980. He's an Egyptian actor, writer, director, and rapper. Ahmed Mekki is one of those artists who has a highly versatile style, and we should never forget to mention that he is a huge animal lover. He loves birds so much. No more talking, guys, and let's get into it. The name of the first video that we're going to watch together is Ahmed Mekki Meza, Elan Ahmed Mekki Al Gedid, Kart Wala Miz. This is going to be another Egyptian advertisement. Let's do it. And here we go. There he is. انت تلم هدومك وتطلع بره. ايه الهوسه؟ ليه؟ انا عملت ايه؟ ما دفعتش الايجار المتاخر، معاك فلوس؟ علاوه. وصل للوكيل مش تكفش عليا ومش تجرط علاوه. He's changing his voice. That's not his real voice. He's a top comedian. علي يا طوب اخويا اسامه كان من البلد ومعلف له. اديله تليفون خلاو. قال له خلك عرفات قدام فرع على وشه ومعدي تي. وراح المستشفى. انت ست اللي عارفين. لونجر في لسكك في اللشلشين. واللي انت بتقول ايه يا ابني؟ انا ما يخصنيش حاجه من الكلام ده كله. انت مش هنا الكلب. انا زيك خلاو. لو ما دفعتش الايجار النهارده هتبات في الشارع. النهارده today. ابات في الاي. هو الجواب راس راس لاي. يا لهوس وسامي. ما تديني جناي وديك دعوة مش إلا زي اديني جناي اجيب خضر سوتي اديني جناي وما تسألش لي هي الدنيا جرى فيها اي بوك برك دل عشتان عشتان يا اسطى عشتان ما تتكل يا ابن على الله تتك ده مش إلو دكتور او واي او واو واي ديد يو دو ذات ليه بقى البهدلة دي كلها؟ بميزة هتدفع وتبات من غير كاشات. شبكة ميزة بتربط المحافظ الإلكترونية ببعضها، يعني تقدر تحول من أي محفظة لأي محفظة وتسحبهم من أي مكان تصرفها. مع ميزة مفيش تأجيل، في تحويل، خصم 50% على مصاريف التحويل والسحب من الـ ATMs. كاش ولا ميزة؟ Alright guys, that's the end of this video. So the next video is gonna be again كاش ولا ميزة مع شبكة ميزة ما تعملش حساب الحساب للسحب. Let's check this video as well. There he is. ولا ولا سيب الموزة with monkey. ايه اللي انت عملته ده؟ انزلني انزلي. ايه يا عم؟ ايه يا عم انت ايه؟ ما انت يا عم داخل غلط. You are in trouble. يبقى راكب غلط. يا جدع انت انا كنت قاعد غلط. انت استعبط. واي ماي جودنس. خش جوه. لا مؤاخذة. انت شكلك كده مش عارف دي عربية مين. احمد مكي is a highly creative person guys. ايه يا باشا؟ دلوقتي يا باشا انا كنت قاعد. احنا هنهزر يا نسرين. خش جوه. نوتي والموبايل نوتي كمان ساعتين بقى لما تبقى جبت تبقى حطه في رز هيبقى مندي اهو ده انت عصابه بقى حسب غوي ايه انا مش هسيبك تمشي من هنا غير اما اخد حق الفانوس طب ما تدخل الفانوس في النسناس طب والموبايل دخل الموبايل في النسناس unfortunately I cannot understand what they are saying but it feels great to hear Egyptian guys طب والفانوس دخله في الموبايل واخد انا النسناس ماشي بس انت كده ايه اللي انت بتنصب بقى لا ما هجركش القميص والكرافته ده انا اكسر لك العربيه انت ونسرين وائل ومحمود ده انا يا عشان الو انت فين يا ابني العرض هيبدا عملت حادثه مع واحد راكن غلط وعايز فلوس طب انت معاك فلوس لا طب انت قريب لا تعرف تخلع لا طيب محفظه موبايلك شغاله اه طب انا هقول لك تعمل ايه مع شبكه ميزه ما تعملش حساب للسحب
مع شبكة ميزة دلوقتي بأي محفظة إلكترونية مقدمة من البنوك أو شركات اتصالات المحمول، تقدر تحول لأي حد فلوس لمحفظته الإلكترونية ويقدر يسحبها من أي ATM. This ad is related to telecommunications company again. It's a kind of network to transfer money. كاش ولا ميزة؟ مرضي يابا. ماشي بس الموبايل خده من شباك نسرين. ماشي. ده شباك شوقي. I didn't get the video guys but it was great to see Ahmed Mackie in a different outfit. Well, we are heading to all the way to the next video in the name of Illali Fat Kash wa Illali Guy Miza. Ahmed Mackie again Miza. This is again Ahmed Mackie. Oh, there you go. الإشارة والسكن كان في المغارة والبقاء كان للجسارة. العملة كانت قوتك دراعك وحده قوتك. الكاش ملوش أي عازة لا في جوازة ولا في جنازة. رحنا لزمن الماضي لا بنك نوت ولا حتى فايدة. العملة كانت خدوها لا فيه ورق ولا قرش ناس. تنزل معاك تلات بيضات ترجع شايل قفة حاجات. بس الحياة دي أوتها روحنا لزمن الكشاف متأستكا كل الفئة شخصيات ورق ميات وعدي يا معلمها. بقيت الكشاف نار على العالم رزم رزم شايل دهر على الملأ فلوس ورق آخر قلق وبتتسرق فلوس على آخر قلق فواتير تقف ساعات في الطوابير الكاش ركب وعشو سبب الموسيقى تبعيد آخر الزمن ليك باقي فكة خد لبان 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 سيبهاش كده 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 الدنيا بتتغير وبتتطور ده تتخيل في طريق دفع جديدة ميزة نقول من الأول روح ميزة 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 طريق الدفع ترندي بدل الكاش باي باي بلا فوق بلا تحت ادفع فواتيرك وانت قاعد في مكانك كده وبرنس تجيلك روح على كشكك هات حاجة ساقعة واضمن ان الباقي حيجيلك عيش ايزي ايزي اسمع يا عزيزي ماشي من غير كاش وكأنه في جيبك ميزة انجاز I like the music and this video has the theme of El Kabir Awi. الدنيا اتغيرت وطرق الدفع اتطورت اللي فات كاش واللي جاي ميزة كاش ولا ميزة الكاش باي باي كاش باي باي. He's definitely the master of changing characters. You see guys, when I'm talking about the style of Ahmed Mackie, we just watched different version of what he is capable of. Like he's doing everything. He's rapping, he's acting, he's a comedian. He's doing everything. I'm glad that we watched these videos and thank you so much for letting me know about these great performances of Ahmed Mackie. I absolutely enjoyed watching them. For the first two, I have no idea what the story is all about, but the last one was really cool, which was which Ahmed Mackie was rapping in that one, and I absolutely enjoyed watching it. Take a good care of yourselves, and if you enjoyed watching the video, you already know what to do. Hit that like button, and if you are new to my channel, do me a huge favor and hit the subscribe button. I want you to stay safe wherever you are, and I'll definitely catch you on next reaction videos, and peace!